أخيراً حابين نتكلم عن الهندسة والعمارة. في فنان في العصر الحديث اسمه أنتوني غاودي، هذا من أشهر المصممين في فن العمارة. الفنان هذا أسباني وأعماله تعكس أسلوب المعمار المميز والفريد من نوعه. معظم أعماله موجودة في مدينة برشلونة في أسبانيا، وهي تعكس شغف الكبير بالطبيعة، لأنه كان يعتني بكل تفصيلة في تصميماته، وكان يدمج في تصميمه الحرف اللي كان يتقنها مثل الخزف والزجاج الملون وصهر الحديد والنجارة. مجموعة المواهب هذه ميزته وخلته مشهور، وخلت تصاميمه تتجاوز العصر اللي كان فيه. منزل كازا باتيو في وسط مدينة برشلونة الإسبانية، أحد روائع الفنان المعماري الإسباني أنتوني غاودي، صاحب أشهر مبنى في برشلونة وإسبانيا على الإطلاق ساغرادا فاميليا. هذا المنزل اشتراه واحد اسمه باتيو لأن المكان راقي ومتميز وسط برشلونة، وطلب من غاودي أنه يعيد بناءه وأعطاه مطلق الحرية أنه يسوي اللي يبغاه. غاودي بدأ يصمم المبنى بدل ما يهدمه ويبنيه من جديد، لكن وضع فيه لمساته الفنية من النحت والزخرفة والتزيين بالفسيفساء الملونة، وتجنب الخطوط المستقيمة قدر الإمكان، وخرج لنا في النهاية بهذه التحفة المعمارية اللي تشبه التنين الخرافي وزود عدد الأدوار. واجهة المنزل وألوانه تخطف الأنفاس وتنشط الخيال بأفكار وقصص ألف ليلة وليلة. فالفن المعماري تطور في العصر الحديث وأصبح أكبر حجماً وأكثر طولاً وتعقيداً، وأصبح يستخدم التكنولوجيا والحاسوب الآلي في التصميم والتنفيذ. إحنا ملاحظين أن الفن في العصر الحديث والعصر ما بعد الحديث، بالذات فترة الحرب العالمية الأولى وما بعد والحرب العالمية الثانية وما بعد، الفن مليان أحاسيس ومشاعر. يعني الفنان يبغى يلمس أحاسيسنا ومشاعرنا ويأثر فينا. ساعة مكة أكثر الساعات المعمارية ارتفاعاً في العالم، اللي تم بناءها في وقت قياسي. تم بناءها بأربع واجهات على برج بارتفاع 601 متر، وفوق الساعة في قبة زجاجية رائعة فيها مركز أبحاث القمر ومركز علم الكونيات. في أربع ساعات على كل واجهة ساعة عشان تكون واضحة من كل الجهات. طول الساعة الواحدة 43 متر وعرضها 43 متر، مزودة بنظام حماية متكامل ضد العوامل الطبيعية من أتربة ورياح وأمطار. وتم تغطية واجهاتها المزخرفة بحوالي 100 مليون قطعة من الفسيفساء الزجاجية الملونة. الساعة فيها متحف عن الكون وطرق قياس الزمن. في الدور الأول المتحف يعرف بالكون والسماء والمجرات والبروج السماوية، والدور الثاني للتعريف بالشمس والقمر وحركة الأرض، والدور الثالث فيه كل الوسائل اللي استخدمها الإنسان لتحديد الوقت. أما الدور الرابع شرفة تطل على الحرم وفيه شرح كيف تم صناعة ساعة مكة. وفي الأدوار الأربعة مجسمات لكواكب وصور النجوم والمجرات والساعات اللي تعود لمئات السنين وحتى عصرنا الحديث. وفيه هلال على قمة الساعة وهو الأكبر في العالم لأن قطره 23 متر. تأملنا في حلقتنا اليوم كيف أن الأحاسيس والمشاعر لعبت دور مهم في أداء الفن ومضمون الفن والعمارة الحديثة، واستطاع الفنان والمصمم أن يوصل ردة فعله وشعوره لكل اللي يشاهد فنه. تأثير الأوضاع العالمية سواء سلبية أو إيجابية ما يأثر في الفن فقط، بل كل مجالات الحياة تتأثر. ومن خلال اللوحات اللي شفناها اليوم نقدر نأكد في ختام حلقتنا أن الفن التشكيلي السعودي حاضر ومؤثر وله مستقبل يوازي مستقبل الفن التشكيلي في الغرب. ويتميز الفن التشكيلي السعودي أنه يستلهم إنتاجه من التراث وأنه محافظ على موروثه الحضاري، وفي نفس الوقت مواكب مع الثقافات
والتطورات المعاصرة.